عبر ولاية بشار عملية تقديم المستحقات المالية لأصحاب الحرف المتضررين من جائحة كورونا متواصلة. السيد محمد سمود ناقل من الخواص صادفناه أمام خزينة المالية لولاية بشار. كنا محبسين. هاي وانت حبس تبارك الله، هو قالك تعالى تخلص. وين هاد الاولاد اللي ديرها؟ ما خصنا والو، الحمد مولانا. المرة هذه جاو فيها واحد الترتيبات مليحة، خاطر كان اللي كان يستافد بدون بلا مش كنوضح الامور. هاد المرة راها مرتبة مليحة. الاستفادة هذه عطاونا كوفيد هذا 19 30,000 دينار وعاود يزيدونا 60,000. امام الشبابيك المستفيدون يتوافدون تباعا، وإدارة الخزينة تنفذ بدقة مراحل العملية. تم تسوية 658 يعني صاحب مهنة حرة بمبلغ إجمالي يقدر ب 19,740,000 دينار جزائري لقطاعات مختلفة، وأصحاب هذه الأوامر الدفع راهم يتصلوا بالخزينة وجاءوا على أساس يستلموا المبالغ. مصالح ولاية بشار من جهتها حريصة على إنجاز هذه العملية وفق الشروط المطلوبة في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى مجابهة جائحة الكورونا. هناك تآزر من طرف الدولة مع ذوي المهن. الفرق ما بين المنحة الأولى والمنحة تاع اليوم هو أن المنحة تاع اليوم هي خاصة إلى ذوي المهن الحرة، كالناقلين، النقل الجماعي، ما بين النقل ما بين الولايات، النقل الحضاري، أصحاب التجار. للتذكير ورغم شساعة ولاية بشار إلا أن المصالح المعنية اتخذت التدابير اللازمة لصرف مستحقات المستفيدين القاطنين بالبلديات النائية في أحسن الظروف.